مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا فضلك ورحمتك. اللهم أشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك. اللهم أطعمنا من جوع وآمنا من خوف وقونا من ضعف وعلمنا من جهالة وأنقذنا من ضلالة. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا يا رب. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمين. اللهم آمين.